مشاهدينا بونسوار، اهلا وسهلا فيكم. اثنين والخميس اول شيء بنوع الصبح بنقول بونجور، بناخذ قهوتنا على رواق، ومن بعدها بناخذ الموبايل وبنحط ارقامنا يلي رح يعملوا لنا كثير من الحظ، يعطونا كثير من الحظ بهذا النهار، خاصه بنكون عارفين انه في جايزه كثير كثير كبيره وحرزانه باللوتو. الجايزه الاولى قيمتها الليله حوالي المليار و200، بس رح اعطيكم الرقم الدقيق اللي هو 1,161,519,661. هذه المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه قيمتها 55,135,348. اما جايزه زيد الاولى فقيمتها 27,060,915. معنا الليله لسحب 1,416 لليوم الخميس، مندوبه وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه على سحوبات واعمال اللوتو مدام تيريز مسلم. عن جديد بونسوار. عن جديد، اهلا وسهلا فيك. تمام الحمد لله. جوائز كثير كبيره وكثير حرزانه، وبدنا نقول كمان بدنا نقول كمان مبروك لمدام روني غزال او غزال اللي ربحت بزيد الاسبوع الماضي. كان في رابحين بس روني من الشخصين اللي ربحوا، وربحت جائزه قيمتها 35,580,000. ألف مبروك لك مدام. 37,508,000، صح مزبوط. هيدي إذن المبلغ، هذا المبلغ اللي ربحته مدام رني غزال، وأنتوا كمان فيكم تكونوا مثلها ومثل كتار من الناس اللي عم بيربحوا مع اللوتو ومع زيد. خلينا نبلش إذن من دون أي تأخير مع الأرقام اللي أنتوا ناطرينها مع أرقام اللوتو. أرقام اللوتو لليوم الخميس 23 حزيران 2016 عم نشوفها سوا نحن وياكم هلأ، ونبلش مع رقم أنا كتير بحبه 28. هيك شيء رقم الحظ تبعي 28 والحلم تكسى 28. يلا الرقم الثاني 15، ما لي علاقة بال 15. الطابة الثالثة 30، 28، 15، 30. ونطينا دغري على 40 مع 41، 20ات، 19ات، 30ات، 40ات. رح نكمل هلا مع هيدي شو 9 ولا 6؟ التسعة. من كل الكاتيجوري في الليلة أرقام 28، 15، 30، 41، 9، 32، والطابة الأخيرة للمرتبة الثانية أو الطابة الإضافية 16. هولي أرقام اللوتو، هولي أرقام اللوتو اللي رح تشوفوهم هلأ. ترجعوا كمان وراي على التابلو، على رح نشوفهم سوا. ان شاء الله تكونوا صبتوا كتار منهم، اذا ما صبتوهم كلهم بعد هيدا احلى واحلى. 18، 15، 30 رح ابرم انا، 41، 9، 32، والطابة الاضافية رقمها 16. هولي ارقام اللوتو، شو معقول يكونوا ارقام زيد؟ لانه كمان في جوائز كتير حلوة بزيد. خلونا نشوف نحن وياكم أرقام اللوتو حلوين، ويا رب يكونوا أرقام حظ عند كتار منكم. خلونا نشوف إذا نفس الشيء لزيد، إن شاء الله تكونوا كمان تكستوا زيد قلتوا وي، لتعطوا مجال لحالكم تربحوا الليلة 27,060,915. هيدا المرتبة الأولى لزيد الليلة. الرقم بينتهي بصفر باثنين صفر بخمسة اثنين صفر، عن جديد صفر. والرقم الكامل لا زيد لليلة هو 7-0-5-2-0. حلوين، ان شاء الله انتو يكون طلع عنكم هيدا ده. هولي ارقام اللوتو وهولي ارقام الزيد، هل رح تكونوا انتو رابحين الليلة؟ ب
بريك قصير ومنعرف ليش. السبت 25 حزيران مساحة ساسين. ماريتا الحلاني عيش الأشرفية ساحة ساسين. عن جديد تحية لكم وانتو كتار وكتار ناطرين بهاللحظات. تعرفوا إذا نحن لحتى نعرف إذا في رابح ولا لا، لأنه بعدنا ما عرفنا، الرجيم ما خبرونا، لأنه النتيجة كتير حرزينة وكتير حلوة ونحن بانتظارها. بس صار وقت نرجع لعم مدام تيريزا حتى ترجع تذكرنا بأرقام سحب اللوتو لليلة. تفضلي مدام. اليوم الخميس 23 حزيران 2016 سحب لوتو رقم 1416. الأرقام الرابحة هي 28 15 30 41 9 32 والطابة الإضافية هي 16. في مليارديرية الليلة أكيد مش أنا، أنا صبت رقمين بس، ال 15 و 28 وما حدا من الشباب كمان هون بالاستوديو. خلونا نشوف التابلو، يلا هات لنشوف النتيجة. في جايزة، في جايزة أولى؟ لا نو واي، شو حلو. فرجونا فرجونا التابلو على وجهي، واخيرا جايزه اولى وثانيه. الف مبروك، شو حلو، انا كثير مبسوطه، انا على وجهي اليوم صار الربح. لكن مليار 161 مليون و519 الف و661 شخص واحد ربحهم، شو حلو. الف الف ومليار مبروك. المرتبه الثانيه 165 مليون و253 الف و813 كمان شخص بس واحد مرتبة ثانية، شو حلو، كثير كثير حلو. المرتبة الثالثة 19 شبكة بيتقاسموا يعني حوالي ال 200 المليونين ونص و 800 المليونين و 500 ألف بلا. والمرتبة الرابعة 841 شبكة بتحصل على 56531 و 9 أوت لحوالي 13000 شبكة بيحصلوا على 8000. بس أحلى شيء، أحلى شيء إنه اليوم على وجهي أنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، هذا نهار بينذكر وإن شاء الله بينعاد. ألف مبروك للشخص اللي ربح المرتبة الأولى، شخص اللي ربح المرتبة الثانية. أول الجائزة الأولى هي صح؟ المكتب أوكي، رقم 2727 حجازي شاب بيصور. والمرتبة الثانية 2924 إنترنت شرف الدين بيصور، كله على الجنوب. حلو، ألف مبروك، خاصة إنه عن جد يعني الجائزة كلها لشخص واحد بالأولى وبالثانية، ومبروك لكل الأشخاص حتى اللي ربحوا بكل الجوائز الباقية. خلونا ننتقل لزيد. حلو، كثير مبسوطة أنا عن جد على وش شي مرة، يعني المرتبة أو زيد بالأحرى مدام تيريزا. صاحب زيد 1416 تاريخ 23/6/2016. الرقم الرابح هو 70520. يلا هيدا رقم زيد، وخلونا نشوف النتيجة إذا كمان معقول يكون في مرتبة أولى. هات لنشوف نحن وياكم على التابلو. شو؟ مرتبة أولى، مرتبة أولى كمان، حلو كتير. شخصين أو شبكتين بيربحوا 13 مليون و530 ألف و458، كتير حلو. الأرقام أو الورق اللي بتنتهي بصفر 520 بتحصل على 450 ألف، اللي بتنتهي ب 520 بتحصل على 75000 45000، واللي بتنتهي ب 20 بتحصل على 4000 ليره. كثير حلوين هول اذا كانوا اللوتو والزيد. عندنا بعد وقت لنعرف النتائج، ما عندنا بقى وقت. اوكي مدام تيريز ميرسي كثير لك، بنرجع بنشوفك. كثير حلو، ربح رائع الليله مع الجائزه الاولى والجائزه الثانيه والتنهار الثانيين. ما عندنا وقت من شان هيك. على كل حال لقونا الثانيين مع اللوتو، مبروك. على راسي يا بدر.
تجيش وها. إذا ما بيتجوز عليك أربعة ما بكون اسمي أبو بدر. سلالة سيراميكا، عالم تلتقي فيه الأناقة بالجودة. أريال جل مركز يعطي إزالة أفضل للبقع وبغسلة وحدة. Invictus fragrance for men by Paco Rabanne. Sausage. لا اكيد لا. بونسوار، تذكرتيني؟ جوزة حضرتك رح الحقها. ليه؟ يلا انضموا للملايين وتمتعوا بنظافة بيرسيل بقوة الملايين. يعني بيرسيل. ما في شيء بيخطف الأضواء قد ابتسامة الـ 3D وايت. كراست 3D وايت ديلوكس مع ابتسامة بيضاء الحياة بتضحك لك. جديد الفيف كيراتين ستريت بالميكرو كيراتين وزيت حبة البركة. شعري صار لامع حيوي بدون تجاعد لحد 3 أيام.